بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، سيد شبابنا شباب الصف الثاني الثانوي. كل عام وأنتم بخير. هنبدأ النهاردة أول دروس الترم الثاني إن شاء الله بإذن الله. هنتكلم عن وحدتين مهمين جدا في مجال التنمية. هنتكلم عن تنمية الموارد الاقتصادية، ونتكلم عن الوحدة الأخيرة عن تنمية الموارد البشرية. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عن أول درس في الوحدة الأولى عندنا، عن بداية الوحدة اللي بتتكلم عن تنمية الموارد الاقتصادية. ماهية التنمية الاقتصادية؟ ماهية التنمية الاقتصادية؟ بنبدأ ناخد معلومات مبسطة عن يعني ايه تنمية اقتصادية، ما هي أسس التنمية الاقتصادية، مقومات التنمية الاقتصادية، والمعوقات اللي واقفة قدامنا، والحلول المقترحة. عشان نفهم يعني ايه تنمية اقتصادية يا ولاد، بنعمل مقارنة بسيطة جدا بين حاجتين. الحاجة الأولى يعني ايه نمو اقتصادي. لو فهمنا النمو الاقتصادي هنفهم إيه معنى التنمية الاقتصادية. فعلشان نوصل لمفهوم التنمية الاقتصادية كان لابد من إجراء مقارنة مع مصطلح اقتصادي آخر بيحصل فيه لخبطة من حيث المعنى، هو مصطلح النمو الاقتصادي. لما نعمل مقارنة بين الاثنين من حيث المصطلح والخصائص، النمو الاقتصادي هو حدوث تغيرات كمية في جوانب الاقتصاد. أما التنمية الاقتصادية حدوث تغيرات كمية ونوعية. طبعا الاختلاف بين الاثنين أن النمو حدوث تغير كمي فقط، أما التنمية حدوث تغير كمي ونوعي. النمو الاقتصادي يهدف إلى زيادة ثروة المجتمع فقط، أما التنمية تهدف إلى زيادة ثروة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية. النمو يحدث على المدى القصير، أما التنمية تحدث على المدى البعيد. تبقى هناك مصطلحين مختلفين تماما في المعنى والخصائص، النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. بكده يكون فهمنا يعني ايه تنمية. التنمية الاقتصادية هي حدوث تغيرات كمية ونوعية في جوانب الاقتصاد. هدف التنمية زيادة ثروة المجتمع والعدالة الاجتماعية. التنمية تحدث على المدى البعيد. النقطة الثانية، أهمية التنمية الاقتصادية. احنا بنعمل برامج تنموية اقتصادية ليه؟ أولاً لأنها عنصر أساسي لأي دولة لتحقيق التطور. كل الدول العظمى في العالم تطورت تطورات كبيرة لأنها وضعت خطط تنمية اقتصادية ناجحة. رقم 2، توفر فرص عمل وتحقق حياة أفضل لكل مواطنيها. رقم 3، تعتبر من أهم عناصر وصول الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة. طيب، تبقى انا بنتكلم عن أهمية التنمية، عنصر لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. ما هي استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية؟ رقم 2، تحديد ما لديها من موارد وثروات في الحاضر والمستقبل. تحديد المشكلات والمعوقات التي تواجهها التنمية. 3 حاجات المفروض نبدأ نتكلم عليهم: استراتيجيات التنمية، مقومات التنمية، مشكلات ومعوقات التنمية، واستراتيجيات المتبعة. طيب، ما هي خصائص التنمية الاقتصادية؟ التنمية الاقتصادية لها مجموعة خصائص. أول حاجة، عملية موجهة لتحقيق أهداف معينة. رقم 2، عملية نمو مستمر ومتواصل. رقم 3، عملية مجتمعية. يعني ايه مجتمعية؟ بيشارك فيها جميع افراد المجتمع. تبقى 3 حاجات: موجهة، مستمرة، متواصلة، مجتمعية، تحقق توازن بين قطاعات المجتمع. تبقى بنقول لغاية دلوقتي قلنا 4 حاجات مهمة جدا: خصائص التنمية، موجهة، مستمرة، متواصلة، مجتمعية، تحقق توازن، تشبع حاجات جميع أفراد المجتمع، تحقق العدالة الاجتماعية في الدولة. طيب، علشان أعمل تنمية محتاج مقومات.
ما هي مقومات التنمية الاقتصادية؟ أول حاجة يا ولاد موارد طبيعية زي المعادن ومصادر الطاقة والتربة والمياه والغابات إلى آخره، دي كلها موارد طبيعية. رقم اتنين موارد بشرية، السكان، بس بشرط أساسي أن يمتلك هؤلاء السكان المعرفة علشان أطلع أي عاملة ماهرة عندها القدرة على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحويلها إلى منتجات. رقم ثلاثة رأس المال والتكنولوجيا، لا تنمية بدون رأس مال. طب يا مستر لو ما عندناش فلوس، حضرتك قدامك حل من اتنين، لإما تعتمد على رؤوس الأموال المحلية من خلال مدخرات المواطنين، لإما نعتمد على الاقتراض من الخارج. رقم أربعة، أو قبل ما نتكلم عن رقم أربعة بنقول لو احنا ما عندناش فلوس ممكن نستلف من بره، وهناك مؤسسات دولية بتهدف إلى تنمية المشروعات في الدول النامية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. سؤال، التكنولوجيا مهمة في تحقيق التنمية؟ تكنولوجي، التكنولوجيا يا جماعة بالنسبة لنا مهمة جدا، لأن التكنولوجيا هيوصلني إلى فكرة اختراع الآلات والأدوات اللي بتدخل في كل عناصر الإنتاج. طيب ما هي معوقات التنمية الاقتصادية؟ إيه اللي ممكن يقف قدامي في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ أول حاجة في معوقات اقتصادية يا أولاد، زي إيه مثلا؟ والله زي قلة الموارد الطبيعية، ما يكون عندكش معادن أو مصادر طاقة، أو تدني البنية التحتية، ما عندكش طرق كويسة، ما عندكش وسائل نقل كويسة، أو يكون عندك مشكلة نقص رأس المال زي ما هي منتشرة في كل الدول النامية. كلام جميل. رقم اتنين عندي معوقات اجتماعية، ودي بتتمثل فيها أولاد زيادة السكان، البطالة، الفقر، الهجرة، الأمية. أربع أو خمس كوارث اجتماعية ممكن تهدد تحقيق التنمية، ودولتنا من الدول اللي تعاني معاناة شديدة جدا جدا جدا، ان بنعمل خطط تنموية كتير وبنعمل برامج تنموية كتير وما بتنفعش. ليه ما تقدمناش لغاية دلوقتي؟ لان انا عندي كوارث اجتماعية واقفة وتعوق عملية التنمية. تلاتة عندي معوقات سياسية، زي ايه؟ الاضطراب السياسي في الدولة، الصراع على السلطة مثلا، ضعف الامن، الحروب والصراعات الداخلية. اضطراب سياسي، ضعف امن، حروب وصراعات داخلية. اخر حاجة عندي يا ولاد حاجة اسمها معوقات ادارية، والمعوقات الادارية تتمثل في ضعف الاداء الوظيفي، البيروقراطية والروتين، نقص الخبرات. ضعف الاداء الوظيفي، الجهاز الحكومي يعمل بطريقة روتينية مملة، مفيش الكتروني في الموضوع، كل شيء ختم ونسر وورقة، بيروقراطية وروتين عشان اخلص البطاقة، اخلص الرخصة، بلف في حوارات كتير جدا، مع ان في دول تانية ممكن اخلص البطاقة والرخصة والحاجات دي كلها من على الانترنت واروح استلمها من اقرب مكتب خدمات. نقص الخبرات في الجهاز الاداري للدولة، دي من المعوقات اللي ممكن تعوق التنمية الاقتصادية من الناحية الإدارية. إذن معوقات التنمية الاقتصادية أربعة، معوقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية، معوقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية. استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وأساليبها، أول حاجة تطوير التعليم والبحث العلمي، وده هيتم من خلال تحقيق جودة التعليم والاهتمام بالبحث العلمي. رقم اتنين تحسين البنية التحتية في الدولة، الترم التاني كله هتلاقي كلمة البنية التحتية دي بتتكرر كتير جدا جدا جدا، يعني حوالي 7-8 مرات، فحضرتك لازم تكون حاطط في بالك بنية تحتية. اول ما تسمع كلمة بنية تحتية يعني كهرباء، يعني مية، يعني غاز، يعني طرق، يعني وسائل نقل ومواصلات، يعني انترنت، دي اسمها بنية تحتية. بنية تحتية. طب هنظبطها ازاي؟ توفير طرق، توفير مصادر طاقة، توفير وسائل اتصالات ومواصلات جيدة. رقم ثلاثة ضبط معدلات النمو السكاني في الدولة اللي بتعتبر كوارث. اضبطها ازاي لا مؤاخذة؟ اضبطها حضرتك من خلال توازن بين النمو السكاني والنمو التنمية الاقتصادية، لا ملناش علاقة بيها. هعمل ايه؟ هعمل برامج قومية لتنظيم الأسرة،
هعمل توازن بين السكان والنمو حتى لا يصبح النمو عائق زي تجربة الصين. تبقى فكرة ضبط معادلات السكان، بعض الدول بتقول إن السكان هم سبب فشل التنمية الاقتصادية ولازم سكاننا عددهم ما يزيدش بمعادلات كبيرة، عشان كده بنعمل حاجة اسمها برامج تنظيم الأسرة. أما في دول تانية بتقول لهم إن السكان الكتير ده حاجة إيجابية مش سلبية، وتقدروا تحولوا هؤلاء السكان اللي بيعتبروا عائق إلى حل، أحولهم إلى أيدي عاملة وأوفر لهم مشروعات صغيرة ومتوسطة فيقدروا من خلالها يتقدموا تقدم كبير زي ما حصل في تجربة دولة الصين. الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، وده بتخيم من خلال الاهتمام بالريف والاهتمام بالمناطق العشوائية والقضاء عليها وتحويلها إلى مناطق حضرية تليق بحياة الإنسان، حياة كريمة. رقم 5 يا أولاد، من ضمن الحاجات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية واستراتيجيتها 5 عندنا: زيادة الصادرات من السلع والخدمات حتى يكون هناك فائض في الميزان التجاري. رقم 6، الحد من تصدير المواد الخام علشان ما نفقدش قيمتها ونضيع حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة. زي ما تيجي تبيع البترول خام أو الحديد خام أو الفوسفات خام، أنت بتفقد قيمته وبتهدر حقوق الأجيال القادمة. رقم 7، ربط سياسة الاقتصاد بالتنمية البيئية فيما يسمى الاقتصاد الأخضر. يعني انت اعمل تنمية، ابني مصانع، بس لازم تحط في برامج التنمية بتاعتك لابد من الحفاظ على البيئة فيما يسمى الاقتصاد الأخضر. بتسمعه كتير جدا جدا جدا: هذه السيارة صديقة للبيئة، هذا المصنع صديق للبيئة. ده ليه؟ لان دلوقتي الدول كلها بلا استثناء نامية ومتقدمة بتحط البعد الاولاني فيها، بعد الحفاظ على البيئة اللي سميناه الاقتصاد الأخضر. طيب، الاقتصاد الأخضر وترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة المتجددة. رقم 8، الشراكة والتعاون الدولي، وده بيتم من خلال تشجيع التجارة البينية الداخلية بين الدول العربية وتصفية الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية. اللي بعدها، من ضمن ملامح الشراكة والتعاون الدولي البحث عن حلول لبعض مشكلات زي مشكلة المية والطاقة. تبقى 8 عناصر أساسية نقدر نحط إيدينا عليهم علشان يا أولاد نحل مشاكل ومعوقات التنمية الاقتصادية.